ويلكم بالدكاترة الكليفر جريد 5 في تشانل سوبر مذاكرة يلا كومبيت حبايبي توداي اللي هو كونسيبت نمبر 2 بيتكلم عن ايه؟ water as a valuable natural resources natural resources وده بارت نمبر 3 واللي ما شافش البارتس اللي فاتت يا ريت يشوفها سيب الرابط بتاعها اسفل الفيديو دوت وتوداي بقى الابسود بتاعتنا very important very important يلا نشوف it نمبر number هناخد فيه ايه today خدنا حبايبي قبل كده ان الووتر تعتبر ايه ناتشور ريسورس ناتشور ريسورس ويعني ايه ناشور ريسورسز ديت هي ريسورسز موجوده في النيتشر والهيومن didnt make it ما عملهاش الهيومن didnt make it ايه موجوده في النيتشر هو بس الووتر ده هو الناتشور ريسورس طبعا نو no. ده في ميني ناتشورال ريسورس حوالينا زي البلانس الانيمالز ديت ناتشورال ريسورسز حتى كمان الاويل oil. الاويل oil ديت هو ناتشورال ريسورس ازاي جه منين من دي كومبوز تحلل اللي هي ليفنج organisms لما هي ديد فور ميني ييرز فور ميني يبقى بكده احنا حوالينا ميني ناتشورال ريسورسز ميني ايه Natural resources. طيب ال natural resources ديت احنا يوز في ايه بالظبط ال natural resources ديت؟ يقول بقى ان ال plants دي احنا يوز ال plants ديت في made بيبر paper يعني ال paper دوت is made from trees is made from ايه؟ trees وهنا بقى اللي هو البرودكتس products بتاعت اللي هي ال oil ديت احنا made بلاستيك plastic يعني ال plastic is made from مين oil products oil a products وهنا الانيمالز دي احنا يوز الانيمال علشان نعمل ايه الكلوز بتاعتنا مش الانيمال بس دي كمان البلانس البلانس والانيمالز علشان نعمل الكلوز زي كده هو بناخد منه الكاتن اللي هو البلان وبناخد من الفير بتاع اللي هو الشيب ديت الفير بتاعها علشان نعمل مين الكلوز يبقى هنا الكلوز are made from plant and animal products. Animal a products. If we natural resources and use natural resources they kill paper is made from a trees. Well, plastic is made from a oil products oil products. We well, cloth is made from a plant and animal products. هل بقى ينفع اللي احنا يوز اللي هي الناتشور ريسورسز دي مور اند مور اند مور يعني كمية كبيره براحتنا كده اهوت طبعا هيحصل لها ديبليشن ديبليشن للريسورسز دي يعني ايه ديبليشن يعني استنزاف واحد بيقول يا مس طب يعني ايه اصلا ديبليشن دي يعني معناها اوفر يوزنج الناتشور ريسورسز اوفر يوزنج استخدامها ايه بمعدل كبير overusing the sure natural resources more quickly أسرع من إيه؟ ذا they can be replaced، أسرع من معدل تعويضها can be replaced، يعني example كده عندنا إيه الـ oil، الـ oil ده إحنا بقى هنعمل إيه؟ use الـ oil ده overusing الـ oil دوت، فبالشكل ده مش هيلحق الـ oil ده اللي هو إيه؟ form again يتكون تاني form again. و example بقى على depletion دهوت هو overfishing أوفر overfishing أوفر يعني ايه overfishing ده يعني catch الفش اليوم العمال catch الفش more and more and more وهو ايه مش مديها فرصة ان هي replace by their reproduction ان هي تعود اللي هو دهوت بال reproduction بالتقاصب بتاعها reproduction يبقى overfishing هو catch of fish by a human more than mean more than the fish and he replaced يعني تعود the reproduction اللي هو the reproduction بتاعها القصر بتاعها تعود اللي حصل لها اللي هي الفيش دي وهنا بقى ال overfishing ده بالشكل ده lead to ايه ان الفيش become rare الفيش هتبقى rare fishing will decrease هيقل يبقى هنا بسبب الاوفر overfishing ليد ايه ان الفيش become rare هتبقى نادره بيكام رير ونمبر 2 ان الفيشنج اللي هو الصيد يعني will decrease will decrease هيقل واكزامبل نمبر 2 الاوفر يوزنج للجراوند ووتر ووتر احنا بقى اليوم عمالين يوز الجراوند ووتر اوف ويلز الآبار يعني ديت جراوند groundwater faster than ومش مديلها فرصة إن هي replaced by rains، إن هي تعوض بإيه بالرينز rains، replaced by rains، وبسبب الأوفر overusing بتاع الـ groundwater، ده ليد تو إيه؟ إن جراوند groundwater دي will run out، will run out هتنفذ، وكمان it will become dry وهتبقى جافة، يبقى إيه groundwater will run out. and it will become dry يبقى depletion اللي هو overusing natural resources more quickly than A then they can be replaced can be replaced والإجزامبل عليها الـ overfishing اللي هو lead to بيؤدي إلى overfishing إن الفيش fish become rare وكمان ال fishing will decrease وإجزامبل نمبر 2 الـ overusing بتاع الـ groundwater

يعني بتعوض الجراوند ووتر بإيه؟ أيوة بالرينز رينز ولو قال لي the run out of يعني استنزاف أو تخلص يعني the run out of إيه؟ هي causes the wheels to become dry الويلز هتبقى الأبار يعني هتبقى become dry run out of the groundwater ground إيه water. Ground water number three يقولي البلاستيك is made from البلاستيك made from مين؟ اللي هي الـ oil products طيب الـ paper and wood are made from أيوة trees trees ولو اللي بقى الـ clothes المرة دي can be made from mean products mean و products means products أكيد اللي هي الـ plants والـ animals animal products and اللي هو plant products هي من ده الـ clothes ولو قال بقى الـ question what happened if هيحصل إيه لو احنا catch of fish by a human is more than اكتر من مين the fish that can that is replaced اكتر من fish ان هي replaced بتعوض by ايه كان هو بال reproduction بتاعها بالتكاثر بتاعها هيحصل ايه لو احنا عملنا overfishing للfish دوت هيحصل two things ان الفش become rare fish become rare and the fishing will decrease الفش will ايه

على الـ Natural Resources دي وأنا بعمل كده ليه بعمل Protect or Preserve the Natural resources علشان There will be enough هيبقى عندي كفاية When we need them لما نحتاجها There will be enough When we need them بيقولك بقى عندك Two ways علشان Conserve الـ Natural resources دولت وهم Opposite بعض عكس بعض Number 1 Preservation المحافظة preservation ونمبر تو sustainability sustainability يعني الاستدامة يعني ايه preservation ده يعني أنا دلوقتي هنا بعمل إيه بعمل control reaching اللي هي ال natural resources دي يعني حد من وصول ليها ما خليش حد يوصل الله يعني control reaching طبعا إيه control reaching من ال humans من ال humans يعني أنا بعمل prevent prevent الهيومان اللي هو reach اللي هي من initial resources دي فبعمل لها ايه protractorate protractorate يعني بعمل لها محميات عشان ما خليش أي human reach عندها يبقى preservation يعني prevent لكن بقى sustainability sustainability الهيومان يوز عادي بس وايزلي بطريقة حكيمة يوز بس ايه وايزلي يبقى بالشكل ده الـ preservation فيها ايه بريفنت منع لكن الـ sustainability احنا يوز بطريقة وايزلي يوز وايزلي ولو خدتوا كده هو بالكو ان بريزيرفيشن فيها بي ار يعني بريفنت لكن السستينابيلتي اس يو أشقلبها US يعني use a Wisely ويعني هناخد الـ preservation بـ details، يعني إيه preservation؟ يعني هعمل prevent أو restricting access، الحد من إمكانية الوصول، restricting access، control reaching يعني بتاع مين الـ humans لـ these natural resources or using اللي هو إيه them.

ان سي اللي هي ساوث سيناي هي هي البروتكتوريت ده يعني محمية راس محمد يعني هنا في البليس دوت احنا بريفنت الفيشنج اصلا معنى الفيشنج هنا احنا ايه بنعمل لها بروتكتوريت دوت المحمية دي زي راس محمد لو قال لي راس محمد بروتكتوريت تبع مين اقول تبع البريزرفيشن بتبع الوي طريقة ايه البريزرفيشن في اكزامبل تاني ايوه إيه اللي هي وادي الحيتان بروتكتوريت موجود بقى في الفيوم يبقى إيه التو بروتكتوريت دولت تبع Preservation اصل Preservation بيعمل ايه بريفنت نهائي جدا للي هو اليوم عشان ريتش يوصل للي هي ايه Natural Resources دي يعني انا بعمل بريفنت لليوزنج بريفنت لليوزنج بتاع اللي هو Natural ريسورس واكزامبل عليها مين رأس محمد بروتكتوريت في ساوث سيناي ووادي الحيتان بروتكتوريت إن إيه إن الفيوم وحبايبي تعالوا للوي نمبر تو السستينابيلتي السستينابيلتي أنا يوز عادي الناتشور ريسورسز بس بطريقة إيه وايزلي يوز وايزلي طريقة حكيمة يعني ده بيخليها doesn't هي negatively doesn't negatively affect ما يخليهاش تتأثر سلبيا على ال future supply بتاعت اللي هي resources دي doesn't negatively affect the future هنا مثلا example لو أنا جبت اللي هي الكاو والكاو خليتها هي eat في اللي هو الجراس دوت بس الجراس ده في ايه؟ في large area large area فهي بقى تقعد هي eat في البليس دوت الجراس ده فهي finish خلصت اللي هو الجراس هنا هوت فهتروح تروح تاني علشان eat the grass هنا وهي ما تعمل كده هوت، فبتدي فرصة للبليس الأولاني دوت إن هو grow back again، grow back يعني إيه؟ الزرع تاني من مرة أخرى، يعني grow back again وبالشكل ده اسمه إيه دوت؟ sustainability situation، sustainability situation يعني أسلوب اللي هو إيه sustainability الاستدامة، لكن بقى لو انا جبت اللي هي الكاو ديت لها يلا ايد اللي هو الجراس ده بس الجراس المره دي في small اريا small اريا يعني ايه سمول اريا مساحه صغيره يعني ده يا ترى اما هي تسيب small area وخلصت بقى الجراس هنا اهو وتروح ل... مفيش بقى مكان تاني تروح للجراس تاني فده بيخلي ايه بقى يخلي disappearance disappearance الجراس يعني هيختفي الجراس دوت ويا عيني بقى اللي هي الكا مش هتلاقي ان هي ايز وهتبقى very hungry هتبقى ايه very hungry والسيشن ده اسمه اللي هو unsustainability situation unsustainability situation يعني هنا ما فيش استدامه للسيشن ده الاسلوب دوت يبقى حبايبي sustainability sustainability هي ايه يوزنج عادي الناتشورال ريسورسز بطريقه وايزلي والواي دي بتعمل ايه doesnt negatively affect ما تاثرش سلبيا على الـ future supply بتاعه الريسورسز doesnt negatively affect the future supply resources طبعا الـ definition ده مهم ولازم نحفظه يبقى sustainability هي ايه using عادي natural resources in a way that doesn't negatively affect negatively affect على الـ future supply بتاعت اللي هي natural resources ديت وعرفنا بقى ان في two situation example two situation لما الكاو عمالة feeding on the grass feeding on the grass where the grass grows slowly وهنا نشوف بقى الكو حصل if situation number one is sustainability situation عملت يا سيد ايه بقى يا كو في الستوستينابي ستويشن لو الكو دي are placed في large area وهي عمالة بقى eat إيه الجرس دوت ده دا بيسبب ايه بقى ان هي الكو still have more food هيبقى عندها food كتير have more food the cows still have more food والجرس هيقدر ايه grow back in other area هاتي فرصة إن الجراس ينمو تاني the grass grow back in other area يبقى لما الكاو still have more food will grass grow back in other area ده situation اسمه ايه sustainability situation أما بقى اللي هو unsustainability situation يعني أنا خليت الكاو في place ايه small area من grass small area وهي بقى ايه اتخلصته بقى اللي هو الجرس ده فده causes ايه disappearance disappearance للجرس ده خلاص disappearance اختفائه وهي اللي هي الكاوز ديت will eat all grass هتاكل all الجرس grass new grass مش هيقدر ايه could grow تاني وهي هتبقى very hungry very hungry وقبل ما فينيش البارت بتاع السستينابيليتي عايزين نعرف بقى الفاكتورز اللي هي افكت على السستينابيليتي دوت بيقول لك الفاكتورز ديت هما فور اوفر بوبوليشن اوفر بوبوليشن بسبب الاوفر بوبوليشن دوت زياده السكان يعني فهم ايه مش هيقدروا يوز اللي هي natural ريسورسز ديت وايزلي فبالشكل دوت هما يعملوا بروبلم للسستينابيليتي إيه هي؟ بسبب الـ overpopulation دوّت، part 2 الـ unequal distribution بتاع الـ resources يعني عدم توزيع اللي هو الـ resources ديت بعدل أو بمساواة unequal distribution، unequal distribution يعني rich people عندهم حاجات كتيرة، لكن okay, poor people عندهم حاجات small في الـ resources ديت. واللي هو الفاكتور ده اللي هو unequal distribution ده affect على مين؟ على sustainability sustainability وكمان طبعا pollution pollution لازم أكيد هيأثر على resources هتبقى إيه؟ هتبقى فيها pollution اللي هي resources دي والناس مش هتقدر use اللي هي resources دي بسبب pollution ونمبر فور بقى اللي هو overusing or damaging resources الناس عاملة إيه إفراط في استخدام اللي هو الـ resources ديت، فبتتدمر. overusing or damage اللي هي resources ديت، يبقى factors اللي affect على sustainability مين؟ هما 4، overpopulation، overpopulation، unequal distribution، unequal distribution، pollution، pollution، و overusing or damage اللي هي مين ال resources ديت وبكده عرفنا ازاي احنا نعمل solve the problem اللي هي depletion of resources يعني نعمل conserve the natural resources نعمل لها protect or preserve natural resources ديت ب two ways preservation preservation with sustainability والبريزرفيشن والسستينابيلتي اوبوزيت عكس بعض هنا في البريزرفيشن بعمل ايه كنترول control كنترول reaching بعمل بريفنت خالص لليوز يعني بمنع خالص استخدامها يعني انا بخليها في بروتكتوريت بروتكتوريت في هي ايه محميات هو انا ليه بخليها النشر ريسورسز في بروتكتوريت علشان بريزيرف preserve أحافظ على natural resources دي preserve the natural resources أما بقى في sustainability أنا يوز عادي بس بطريقة إيه wisely طريقة wisely وخدنا بقى example هنا في sustainability الكاو لما إيت الجراس في situation اسمه sustainability situation يعني خلي grass إيت في إيه larger area لكن لما خلي الكاو إيت في small area ده unsustainability situation خالص unsustainability تعالى حبايبي answer question دي على البارتي دوت preservation and sustainability دول two ways علشان conserve in natural resources ايه رأيكو طبعا true bravo يبقى preservation and sustainability هما الways ليه بقى conserve in natural resources conserve ولو قال لي بقى when people manage لما بيديروا الـ use بتاع اللي هو الـ natural resources ويخلوها إيه available متاحة في الـ future، متاحة اللي هي الـ natural resources موجودة يعني في الـ future ده معناه ده sustainability أكيد true طبعاً، أنا عملت valuable متاحة يعني في استدامة دلوقتي للـ natural resources يعني في sustainability، ولو قال لي placing many cows وحطيتيها فين في small grass area small لأن هي small فده يعتبر unsustainable situation عدم استدامة هنا اهو طبعا yes ليه yes بس حطيتها في small فعمال لقيت الجراس اللي موجود هنا اهو فيحصل ايه هيخلص بقى الجراس اللي هنا اهو فده يعتبر unsustainability situation اللي بقى among the factors من العوامل اللي هي help to make resources دي المصادر اللي هي ايه natural resources بتبقى sustainability مستدامة العوامل دي مين زي مين pollution control لما انا اتحكم في اللي هو اللي هو pollution ده التلوث بالشكل ده انا help بساعد في ايه اللي انا اعمل اللي هي استدامة sustainability real resource through all of us بقى أكيد true لما أنا أعمل control لل pollution دوّت. ولو قال لي write scientific term إيه هو action of control reaching؟ أعمل إيه control reaching؟ بتاع الـhuman لإيه للـnatural resources or using them يعني بعمل prevent 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 and then prevent أو control reaching يا ترى هو preservation ولا sustainability؟ برافو سمعتوكو طبعا preservation هو control reaching لكن لما يقول لي means using a resource the way that doesn't affect or doesn't negatively affect في الفيوتشر ما تأثرش سلبيا ايه في الفيوتشر هنا using عادي بستخدم عادي بس بحيث doesn't affect negatively affect في الفيوتشر لما انا use عادي كده هود يبقى ده is sustainability sustainability وتعالوا حبايبي خلاص لاخر part of today A renewable doesn't mean unlimited renewable source الموارد المتجددة مش معناها اللي هي مستدامة يعني doesn't mean unlimited يعني هي غير محدودة اللي هي مين ال renewable resources يعني احنا عندنا ال water مثلا هو ايه renewable resource فاللي هو ال water ده الـ renewable resource can be used up ممكن نستهلكه خالص بسبب ايه if the people don't use them wisely لو ال people ايه ما قدروش ان هم يستخدموها بحكمة don't use them wisely زي ال water كده يعني عملنا ال water مثلا pollution لل water pollution لل water هنقدر بقى drink اللي هو pollution water دوت طبعا نو no. هتبقى ال water دي becomes undrinkable Undrinkable يعني غير صالح للشرب خالص بسبب البولوشن بتاع الووتر دوت دا هو طب الووتر ده هو الـ Renewable source الوحيد في اللي هو في الأرض نو no, طبعا ده فيك Many things زي ما احنا عارفين Renewable source زي تريس كده هو يعني تريس ديت لو عملنا cutting down too many trees cutting down too many trees هيحصل ايه هيحصل deforestation إزالة الغابات lead to deforestation بسبب cutting down the trees اللي هي renewable source عشان هي إيه doesn't mean unlimited بسبب إن الpeople people don't use them wisely اللي هي tree دي عملوا لها إيه cutting down too many trees وسببوا إيه بقى ال deforestation ولما تيجي بقى water water wind على اللي هو cutting down ده فهيعمل حاجة في الصويل يعني ال pollution and the water flowing water flowing. هيعملوا حاجة للصويل هيبقوا carry away الصويل دي ولما هما carry away الصويل دي فهو causing mean soil erosion soil erosion يبقى بكده renewable فعلا doesn't mean unlimited عشان renewable resource can be used up تستهلك بسبب ان البيبل don't use them wisely زي ايه زي ما يعملوا pollution الwater فده بيسبب ان الwater become undrinkable وزي ما بيعملوا cutting down too many trees فبيسببوا اللي هو deforestation وكمان زي ما الwind blowing والwater blowing فده carry away اللي هي soil فهيسببوا ايه soil erosion soil erosion هنا بقى ده renewable source فاحنا بقى هنتكلم دلوقتي اخر نص ملحوظة today عن ال unrenewable sources unrenewable resources زي الكول والاويل ده طبعا لما حصل burning لل هو ال non renewable resources non renewable resources فده لو حصل burning ليها ده causes the death بتاع مين بتاع ال plants and animal ده بيسبب ال death لل plant and the animal ولو قال لي حبايبي true or false يا ترى الصويل بولوشن لو حصل للصويل بولوشن ده هيسبب الدس للـ plant والـ animals أكيد إيه؟ برافو طبعا true ولو قال لي بقى cutting down اللي هي too many trees للـ forests أما cutting down لـ many trees فده lead too ممكن يؤدي ده للـ deforestation deforestation برافو سمعتكوا اكيد ترو وبكده حبايبي احنا فينش اتمنى تكونوا استفدتوا معايا النهارده كنت معاكم مس شيماء منير جود